طبخهولك بإيدي. ربنا يستر بقى. لو عجبك الأكل ده همشي الشيف ها وخلي نازلي اللي تطبخ لنا بعد كده. من غير ما أدوق مشيني أنا متأكدة. الله ده ريحته تحفة. تسلم إيدك. وبصراحة بقى أنا كمان جعانة جدا وهاكل كل الأكل عشان المرة الجاية لما تروحوا الأمين الزيارة تقولوا له إني باكل كويس وإني واخدة بالي من صحتي زي ما قلت له زي ما وعدته. أنتوا هتقفوا تتفرجوا عليا، اقعدوا كله معايا. سعيدة يا ناس يا طيب. الله يوحشتوني. قلبي معاكي يا ست سكينة. والله أول ما سمعت اللي حصل ركبت أول قطر وجيت على طول. دلوقتي متهمين أمين إن هو اللي حط السم لأبوه. هو اللي حط السم لأدهم بيه. مش عارفة. مش عارفة. مستنيين معجزة تحصل. عشان تثبت براءه امين. انت صدقين امين يقتل امين؟ خير يا فندم. ست سكينه فيها حاجه؟ لا ست سكينه نامت. انا اللي مش عارفه انام ومش هعرف انام الا لما احكي لك اللي انا جاي احكيه لك. حضرة الصاخ تعالي يا فاطمة ما تخافيش. أنا جبت لك دليل براءة أمين. اقعدي اقعدي يا فاطمة. احكي للصاخ شريف على كل حاجة. احكي له إيه اللي حصل يوم ما أدهم بيت قتل. احكي يا فاطمة ما تخافيش. احكي يا شاطرة احكي. ليلتها وأنا داخلة أوضتي عشان أنام قبل ما عينيا تروح في النوم افتكرت إني نسيت رشة التلميع في أوضة 101. حضرتك الأوضة 101 دي في نفس الدور بتاع الأوضة بتاعت أدهم بيه. فرق بينهم أوضتين. كملي يا شاطر. لما افتكرت إني نسيت الريشة النوم راح من عيني. خفت لأحسن الست سكينة ولا ضحى الله يرحمها يصبحوا تاني يوم ويدخلوا ويشوفوا الريشة فيطينوا عيشتي. قلت أنا أسلم حاجة أعملها إني أروح أخد الريشة وأرجعها مكانها. ولا من شاف ولا من دري. وفعلا ليلتها طلعت من غير ما حد يشوف. امين ممكن تنزل تجيب لي المفتاح من عند ماهر تحت في الريسبشن؟ حاضر يا فندم. هدخل التليو ادهم بيه وانزل حالا. وانا هفضل مستني على الباب لحد ما تدخل التليو ادهم بيه؟ هات لي النسخه وتعالى. تحت امرك يا فندم. متأكدة من الكلام اللي انت بتقوليه ده يا فاطمه؟ طبعا متأكدة. حضرتك انا حالفه يمين. الكلام ده حصل يا امين؟ حصل حصل. طب ليه ما قلتش الكلام ده قبل كده؟ كنت ناس والله كنت ناس بجد. كنت ناس. بنت كدابة يا فندم. الكلام ده ملوش اي اساس من الصح. لا لا الكلام اللي قلته فاطمه ده حصل. اسكت يا امين. وهي مصلحة فاطمة إنها تقول كلام من ده؟ ممكن عشان الفلوس أو تكون طمعانة في ترقية أو حاجة. يا سيادة القاضي أنا كنت سبت المكان ده كلها ورجعت قعدت في بلدنا وما رجعتش إلا عشان أود الست سكينة وهي ما كانتش تعرف إني رايحة لها. هيكونوا عايزين يرقوني إزاي بس وما بقتش عايشة هنا من أصله؟ يا فندم أنا ما كانش عندي أدنى فكرة. طب وبعد ما سمعت الكلام اللي قالته البنت فاطمة هل تتهم مراد حفظي بقتل أدهم حفظي ولا لأ؟ سبق وقلت ان بتهم اي حد ممكن يكون مشتبه فيه فقتل ادهم. انا ما بغيرش كلامي.